رايح منصف المرزوقي بيقول احنا خلاص علينا ان احنا نقود حملة جديدة مش في اوروبا ولا امريكا، فين؟ في افريقيا. عشان بس اعرف المشاهد احنا بنتحارب قد ايه وفين وازاي. لقى ان اوروبا مقفولة والناس فاهمين، قال لك نروح على افريقيا. مين رسول الاخوان في افريقيا للهجوم على الدولة المصرية؟ منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق اللي انا اطالب المحامين المصريين الشرفاء الدوليين برفع قضايا سب وتشهير وقذف ضد الدولة المصرية على منصف المرزوقي. وانا بقول انه منصف المرزوقي بما يقوله ويردده في كل المناسبات على الدولة المصرية، على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري، يستوجب مطاردته قانونا في كل المحاكم الدولية. وانا بقول ان عايزين واحد محامي دولي في مصر لديه الجرأة والشجاعة والقوة والامكانيات، انه منصف المرزوقي لابد ان هو يكون خلف القضبان. بيقول ايمن نور في تغريدة ليه على موقع تويتر، وزي ما احنا شايفين بيقول منصف المرزوقي هيجتمع مع شخصيات افريقية من اجل التحرك ضد مصر. ده مين اللي بيقول؟ ايمن نور بيقول منصف المرزوقي هيتحرك في افريقيا ليقابل مجموعة من الزعماء الافارقة، هو اللي بيقول، من اجل التحرك ضد مصر. يا نهار اسود، كده بالوقاحة، كده بالفجر، وصل لأقصى درجات الفجر أيمن نور. أنا برضو ندائي للرئيس التونسي المحترم الباجي قائد السبسي، وتونس دولة رائدة ورائعة ورئيس رائع ولا يمكن أن نسيء إلى تونس، لكن هذا المنتسب زورا وبهتانا إلى تونس وكان بيجلس على سدة الحكم في تونس منصف المرزوقي بيتطاول على الدولة المصرية، وهذه شكوى للشعب التونسي، وهذه شكوى أيضا للرئيس التونسي، وهذه شكوى لكل تونسي شريف وحر. بقول له منصف المرزوقي هذا يعني بيهاجم مصر ليل نهار، وإحنا بنشتكي للشعب التونسي وللرئيس التونسي وبنقول للمحامين بتوعنا لابد من مطاردته قانونا، لأن إحنا مش بنص لسان وإحنا دولة عريقة ونقدر نرد الصاع صعيد.